بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حكمنا لكم مفتش تعطيني في الدورة بشير عيمر، المفتش المدني الجغرافية. بشير الاسم الشخصي عيمر واللقب العائلي بشير، مش كيما راك تتصور. لا تصور على اساس الاسهر تاعو. يعني على بالي وراه رايح، يعني على بالي وراه رايح. هذاك من السيارة هي يحسب روحه روق ولا يصرى من السيارة. بشير عيمر من بلدية دهنة ولاية دياحية، ودروك إن شاء الله راني مكتوب في سوق هراس منذ سنة 1999، مفتش مادة التاريخ والجغرافيا. كان أستاذ تعليم ثانوي في ثانوية هبواني بومدين مادة التاريخ والجغرافيا، وأنا كي التحقت بالمؤسسة التربوية ببرهوم سنة 1995 يوم 11 في فيفري تحديدا، وما بيش الأستاذ بشير كنت ما نلقاش راسي نهائيا في التحكم في المادة تاع التاريخ والجغرافيا، على أساس أنني كنت خارج تخصص. كان التخصص تاعي كان علوم سياسية وعلاقات دولية، والفضل الكبير في التكوين نتاعك مادة التاريخ والجغرافيا نتاعي والأستاذ باش ينتقل. نعم تفضل. هل هو التحاق بالجامعة كأستاذ خسارة للثانوي ولا تهنيتهم؟ هو لما التحق بالثانوية خارج تخصص تاعو، يعني كان علم سياسي، التحق بنا في مادة التاريخ والجغرافيا، ونحن الحقيقة كنا عبارة عن أسرة تربوية، أساتذة المادة تاع التاريخ والجغرافيا كان عددنا على ما أعتقد أربعة، وأصبح هو واحد من أفراد العائلة. معليش نذكرهم. اسمح لي، إيه تفضل. كاين قاصر محمد سعيد، راه دروك أستاذ في قسم التاريخ جامعة. كان بقى مدرسة العليا ثم جاء إلى جامعة محمد بورقيبة بن سينا، وكاين بشير عزوز اللي نحيوه ابن عمك، ابن عمي أيوة. أكيد بشير، وبشير عيمر المتحدث، وغزال عبد السلام، وغزال عبد السلام يعذرني، غزال عبد السلام، عبد السلام مفتش التربية الوطنية، وراها مساهم في تأليف كتابين. أيوة بنذكره، يقول لك ما ذكرونيش أنا. في عبد الملك لما التحق ببرهوم التحق كأستاذ التعليم الثانوي بمادة التاريخ والجغرافيا خارج التخصص تاعو. احنا الحق كنا عبارة عن فريق تربوي في المادة أكثر انسجام، لذلك قدمنا له المساعدة المطلوبة منا حتى يكون اندماجه معنا كأستاذ بصورة سلسة، وفعلا أظهر استعداد في قبول ما قدمناه، بل بإضافة إضافة نوعية، وكتب اسمه داخل المؤسسة وحتى داخل المجتمع خارج الثانوية. شوف كيف يعني بالنسبة لي كثير من الثانوي راحوا للجامعة يا اخي، كاين على منوال عبد الملك كأستاذ بيننا في الثانوية التحق بالجامعة. يعني الحق يعني كل من دول النجاح اللي الحق بدون مجاملة، ان التجربة تاع التعليم الثانوي تمثل إضافة نوعية، إضافة نوعية يلتحق بها الأستاذ للجامعة، وبالتالي خلفه ما ترك خلفه تقدر تقول افتقدناه، وما وجده أمامه أكيد راح يضيف لهم إضافة نوعية كتجربة دعم المسار تاعه إن شاء الله، وربي يوفق الجميع. من ذلك الوقت ويا الصداقة تاعكم بقيت من ذلك الوقت بقيت إلى يوم كنا دائما على مش عارف، هو نهار التحق بينا وركن إلينا، مش عارف وفرنا له عنصر الثقة لسه أدري، ركن إلينا فقبلناه عنصرا في العائلة وقدمنا له يد المساعدة بالقدر الذي نستطيع، وكان قريب مني جدا جدا حتى في الجانب النفسي، الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، وكنت نزوره حتى العائلة تاعو في بالشيلقة، وانا ثاني نزوره في بالشيلقة، وجدت امه الكريمة ربي يذكرها بالخير ان شاء الله حنونة، استوعبتنا كأمنا، ووالده كان ايضا حنون استوعبنا كوالدي الجلولة، الله اكبر ربي يحفظهم ان شاء الله. وكان يزورني ايضا في القرية للبيت وتعرف على الوالده نتاعي وقابلته كابن لها، ومنذ ذلك العهد ونحن على اتصال حتى يومنا هذا. دهانه يعني بلديه الدهان، قريه ولاد سيدي يحيى، قريه ولاد سيدي يحيى، قريه ولاد حناش، اللي عندها طلبة اشتهروا وطنيا يعني بالنتائج المميزة تاعها. بلدية الدهانة بلدية الدهانة بالإضافة إلى العروش المجاورة كما ولاد نجاع، ولاد حناش، ولاد قسمية، الشرفة، هذا الوسط الاجتماعي
قبل الالتحاق بالمدرسة كان مشهور أكثر شهرة في الجانب الديني، تعليم القرآن. زوي والله. لأنه إحنا تربينا قبل الالتحاق بالمدرسة، تربينا في الجامع الكتاتيب. كنا نقرأ القرآن، وكانوا العجائز الكبار يقولون عندكم لا تروحوا تقرأوا قراءة السردوك، يقردوا بالسردوك المدرسة والمدرسة الفرنسية، إنما كنا نقرأ القرآن. إنعمية سمعوا كوك يعني جدة الله يرحمها كانت تقول القراية قراية الأقلام والسجادة، مش قراية السردوك. سردوك يقصدوا قراية الأقلام والسجادة، القراية اللي نقرأها على الحصير التقليدي في اللوحة القرآن، بينما قراية السردوك يقصدوا بها المدرسة. تعرف بأننا التحقنا بالمدرسة في وقت متأخر جدا، فيما أنا دخلت للسنة الثالثة ابتدائي، ومن الثالثة للرابعة، ومن الرابعة للسادسة. أيوة. ما خمس سنوات. ما قريتش الأولى. ما قريتش الأولى وما قريتش الثانية وما قريتش الخامسة. ولكن دخلنا من خلفية تكوين قرآني، لذلك لقينا إن شاء الله القدرة على القراءة مثل أترابنا اللي قدروا يقرأوا ست سنوات. شهيد العربي محمد العربي بن مهيدي هو جذوره في المسيلة، ولد في الكواهي، استشهد في العاصمة، تربى في بسكرة. تربى في بسكرة يعني هذه الحركة وطنية الشهداء. هذه الحركة نتاع الشخص من مكان إلى مكان آخر تعكس على ما أعتقد أن نظرة السيد لم تكن نظرة محلية، نظرة جهوية، نظرة الدفاع عن حيز محدود من التراب الوطني دون الحيز الآخر، وإنما كان تنقل مكان إلى مكان آخر للدفاع عن المشروع الوطني كمشروع يمثل كل الفضاء الجغرافي بما فيه من فضاء اجتماعي وسياسي والناس اللي عايشة في هذا الفضاء، وهو كذلك. والدليل أنه تولى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، يعني قطاع الوهراني في الغرب 4-5. بارك الله فيك.